جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن إبراهيم عالم بعث يسأل ويقول: بالنسبة للشخص المسافر غير المقيم، هل يجوز له أن يصلي بالناس إماما في صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز له أن يصلي بالناس إماما في يوم الجمعة؟ إذا توفرت فيه الشروط، وشروط الإمامة شروط الخطبة في الجمعة، فإنه يصلي بهم، خصوصا إذا كانوا محتاجين إليه ولم يكن هناك من يقوم بهذا العمل، فإنه يتعين عليه. أما إذا كان ليس مؤهلا للإمامة في صلاة الجمعة، فإنه لا يجوز له ذلك.